اليوم بنقدم لكم آلة غسل الأواني اليدوية الصغيرة اللي بتريحكم من تعب غسيل الأواني. هالآلة حجمها تقريبا مثل حجم الهاتف وتشتغل بشكل بسيط وسريع. كل اللي عليكم تسوونه هو تحطونها في حوض الغسيل، تضيفون الماء ومسحوق التنظيف، وبعدين تشغلونها. خلال أقل من ربع ساعة بتقوم الآلة بغسل الأواني تماما بفضل دوران المياه القوي. بعدما تنتهي الدورة بتحصلون على أواني نظيفة ولامعة بدون أي جهد منكم. إذا عجبتكم هالفكرة لا تنسونا تعطونا إعجابا بالفيديو وتشاركونه مع أصدقائكم. اليوم بنشارككم طريقة رائعة عشان تحافظون على البقدونس طازج في الثلاجة لأطول فترة ممكنة. مثل ما تشوفون هنا، نبدأ بوضع البقدونس في قنينة فاضية، بعدين نجيب كوب نص ممتلئ بالماء وندخل جذور البقدونس في الكوب، بعد كذا نغطي البقدونس بالقنينة الفاضية. بهالطريقة بيظل البقدونس طازج لفترة أطول وما بيفسد بسرعة. إذا عجبتكم هالفكرة لا تنسونا تعطونا إعجاب بالفيديو وتشاركونه مع أصدقائكم.